عايزين نتكلم كمان على الإحصائيات والأرقام، عشان كده خلينا نستقبل ضيفنا النهاردة محمد الباز، علشان يعني هيغوص فينا وعنده جداول وعنده أرقام الحقيقة مهمة جدا، سواء على المستوى الفني أو كمان على المستوى التسويقي من خلال القيمة التسويقية كمان لفرق الدوري الممتاز. تعالوا مع حضراتكم نستقبل ضيفنا النهاردة محمد الباز. محمد مساء الفل عليك. كابتن هاني مساء الفل حضرتك، نورنا ومشرفنا في المحترف في الدوري المصري، زي كده على مستوى اوروبا وعلى مستوى الدوريات العالميه اكيد بتحضر لنا حاجات مهمه جدا على مستوى الدوري المصري، محضر لنا ايه النهارده؟ يعني هنربط بقى كل الاحداث، عارفين ان الانتقالات الصيفيه الحاليه هي يعني حديث الساعه، صحيح، سواء كان في افريقيا في اوروبا في اسيا، ولكن النهارده طبعا في المحترف في الدوري المصري هنركز على الدوري المصري ومقارنات القيمه التسويقيه والانتقالات الاخيره اثرت ازاي في القيمه التسويقيه لكل الانديه. حلو، جايبين بعض المقارنات يا كابتن هادي، بنشوف الانتقالات اللي حصلت سواء كان على سبيل الاعاره او سبيل البيع النهائي او اثرت ازاي في القيمه السوقيه للانديه، وبرده تعكس ازاي على اللعيبه. ده طبعا بيدي ويت عالي كبير جدا للانديه، سواء كان مثلا على الصعيد المحلي على الصعيد الافريقي. يعني النهارده بنتكلم عن النادي الاهلي مقارنه بكل انديه افريقيا، هو بيحتل المرتبه الاولى، المركز الاول على القيمه التسويقيه بالظبط، ونفس الكلام على الدوريات، الدوري المصري يعني ياتي دلوقتي اعتقد في المرتبه الثانيه بعد دوري جنوب افريقيا، بعد دوري الجنوب الافريقي. ولكن لو بنتكلم على الانديه، الاهلي رقم واحد، صن داونز رقم اثنين، في طبعا اللي بنتكلم على مستوى الانديه. هنستعرض سريعا كده قبل ما نخش طبعا على الارقام، حصاد الموسم الماضي هنتكلم فيه برضه على نقطتين ثلاثه، سواء تمام. الاماكن بالارقام، الاماكن اللي الاهلي كان بيخسر فيها الكوره وبيسترد فيها الكوره رقميا، وكنا بنشوفه طبعا في ارض الملعب، والكروسات، واهم الحاجات اللي الكباتن اتكلموا عليها شكلها رقميا عامل ازاي، وطبعا هيبني عليها مارسيل كولر للفتره الجايه. الفتره الجايه كمان مهمه جدا. قبل ما نخش في كده هنستعرض مقارنه سريعه على القيمه التسويقيه ل الانديه المصريه ومقارنتها حتى 1 اغسطس، حتى يعني من بدايه الموسم حتى 1 اغسطس. يعني احنا ممكن نبدا بشكلين، الشكل الاولاني من بدايه الموسم حتى 15/7 اللي فات. تمام. بنبص يا كابتن هاني الارتفاع، النسبه المئويه بترتفع وبتنخفض عند بعض الانديه، يعني دايما الاهلي هو اعلى قيمه سوقيه او تسويقيه في الوقت الحالي طبعا ب 33 مليون بوينت 20 يورو. عن النادي الاهلي حتى من بدايه الموسم لحتى 15 يوليو او 15/7 كانت القيمه التسويقيه 29.6، مظبوط، دلوقتي 33.2، مظبوط. ده بيقول ايه؟ بيقول ان الاهلي في ارتفاع في القيمه السوقيه بنسبه 12% بوينت 2 في حتى 15 يوليو. بالظبط كده، نفس الكلام بيجي طبعا في المرتبه الثانيه بيراميدز حتى 15 يوليو كان 19.2، وهو طبعا القيمه الحاليه دلوقتي 20. ده برضو بيقول لك ان في ارتفاع عند بيراميدز في القيمه السوقيه بنسبه 4%. ثم الزمالك، ثم فيوتشر، ثم سيراميكا. بنتكلم على الزمالك طبعا وبقيه الانديه، البنك الاهلي المصري نفس الكلام القيمه، لو بنتكلم على البنك الاهلي يا كابتن هاني 6. طب احنا هنقف لغايه تقريبا لغايه المصري كله بلس، يعني لغايه المصري في نسبه زياده تقريبا 1.4، لكن فرقه في ناقص 3، القيمه التسويقيه بدات تقل يعني. مظبوط، يعني القيمه التسويقيه مقارنه بحتى 15 يوليو، حتى الوضع الحالي طبعا بتقل عن طبعا فرقه. زي عشان الناس تعرف لغايه دلوقتي، لكن ممكن جدا مع الانتقالات ولسه الانتقالات مستمره، القيمه التسويقيه ممكن تعلى لكل الانديه يعني. بالظبط، يعني بنتكلم في 15 يوم، يعني بنتكلم بقى لو احنا سيبنا الجدول ده ورحنا لحد 1 اغسطس هنشوف بقى، لا الجدول اختلف تماما. يعني كنا بنتكلم ان الاهلي لو الشباب نخش على 1 اغسطس القيمه السوقيه او التسويقيه حتى 1 اغسطس تمام، كنا بنتكلم ان الاهلي كان في ازدياد عالي جدا، بنتكلم في 12%، دلوقتي بنتكلم وصلت 3%، لان القيمه التسويقيه او السوقيه حتى 1 اغسطس عند النادي الاهلي وصلت 34.5 مليون يورو، مقارنة بالقيمة التسويقية والسوقية حتى الآن الحالية هي 33، يعني بنتكلم دلوقتي في نسبة مئوية، بنتكلم في ارتفاع انخفاض 3.8 انخفاض، يعني مقارنة ب 34 ل 33. لا هي زيادة 3% عن يعني هو بتتكلم عن اللي احنا بنتكلم على الجدول اللي فات. الأهلي طبعا دايما يعني الحمد لله القيمة التسويقية بتكون عالية جدا عنده، لكن عايزك عشان برضو الناس تفهم يعني ايه القيمه التسويقيه، يعني انت ايه يعني ايه القيمه التسويقيه؟ هي قيمه كل لعيب في النادي الاهلي او بتتقيم على حسب البطولات، او قيمه كل لعيب بيجمع كل دوت ويبقى القيمه التسويقيه
للعيبه النادي الاهلي؟ مظبوط، بنقف على الويت القيمه التسويقيه بتاعت كل لاعب موجود في الفريق، بيتم جمع اللعيبه كلها وبيدي الويت الاعلى او المعدل العالي للاعلى الانديه، بيتعكس طبعا في القيمه السوقيه للانديه. يعني احنا دلوقتي بمجرد دخول طبعا امام عاشور او رضا سليم ارتفعت القيمه السوقيه حتى 15 مايو، لما بيخرج لعيبه او بيجي لعيبه عن سبيل الاعاره او بنشوف طبعا القيمه السوقيه بتاعتهم قد ايه، وبيتم حسبتها كابتن هاني وبتتعكس في التوتال او الاجمالي. طبيعي لما لعيبه تخرج من نادي او بتاع زي فاركو تقريبا، في لعيبه خرجت او فيوتشر في لعيبه خرجت، اكيد القيمه التسويقيه للنادي بتقل بشكل واضح يعني. مظبوط، وده شفناه في هنا مثلا على سبيل المثال فاركو برضو بالماينس، هنا في انخفاض بنك الاهلي انخفاض، يعني ده بقى المقارنه اللي احنا بنشوفها ما بين كل الانديه حتى 1 اغسطس. انبي نفس الكلام، في انخفاض في النسبه المئويه بنسبه 2.2، المقاولين، الاتحاد، الاسماعيلي، طبعا الزياده الكبرى هي عند زد، يعني زد 2 القيمة السوقية يعني بترتفع دايما عندهم بنسبة كبيرة جدا 32، لان هم يعني بيشتغلوا اكتر على طبعا بيستخدموا لعيبة، وكمان كانت القيمة التسويقية بالنسبة لزد بعد صعوده للدوري الممتاز كانت محدودة شوية، لكن صحيح. مع استخدام بعض اللعيبة القيمة التسويقية بتزيد بشكل كبير يعني. مظبوط، ده طبعا بتعكس وجود فريق في الدوري الممتاز، لازم اكيد ده طبيعي جدا ان ارقامه بتعلى. احنا بقى عايزين نخش على نقطتين الحاجات الفنيه بنتكلم فيها، اماكن استخلاص الكره او اماكن، نبدا باماكن خساره الكره. الاهلي كان الموسم الماضي كابتن هاني بيخسر الكره في اماكن معينه، لو نقسم الملعب لثلث ثلاث زي ما كنا دايما بنتكلم، الثلث الدفاعي، الثلث الاوسط، والثلث الهجومي اللي هو عند المنافس، بنشوف الاهلي كان بيخسر الكره قد ايه على المستوى ال 90 دقيقه وفين بالظبط في الملعب، ونفس الكلام بيستردها منين بالظبط، وده برضه هنشرحه بيعكس قوة الأهلي فين بالظبط، وده بيبين كمان يعني شكل الضغط العالي. إذا كان النادي الأهلي بيعمل ضغط عالي بيستخلص الكرة في الضغط العالي، ممكن تعمل ضغط عالي وما تقدرش تاخد الكرة، ولكن بيبقى عندك يمكن نسبة أكبر إنك تستخلصها في نص الملعب، ولو ما قدرتش تضغط في نص الملعب يبقى في التلت الأخير. صحيح. فالأرقام بتبين الجزء عشان نترجم دوت للجزء الخططي، إن النادي الأهلي كان بيلعب ضغط عالي بشكل كبير جدا، ونشوف مع بعض بس الاول عشان نقدر نترجم الجدول يعني. طبق الارقام يعني معانا صور، الصور دي بنوضح فيها الاماكن بالارقام، الاماكن اللي الاهلي خسر فيها الكوره. يعني مثلا بنتكلم دلوقتي بادئين هنا، ده طبعا الجدول بالدور الدوري المصري الكامل لكل انديه الدوري المصري، بدا هنا ببيراميدز كابتن هاني. بنقول في اول يعني كولوم هنا بنتكلم ان الاهلي او البيراميدز اول حاجه بتشرح عدد المرات اللي خسر فيها الكرة في 90 دقيقة على مستوى المباراة أو 90 دقيقة، ثم بتقسم إلى ثلاث أقسام. الأول حاجة ده كابتن هاني بيتكلم مثلا عند بيراميدز خسر الكرة 93 مرة .9 تقريبا 94 مرة في خلال 90 دقيقة، ده الأفريج يعني، ده على مستوى المباريات كلها في أثناء الدوري. بعد كده بتوضح لك 13.7 ده العدد المرات اللي خسر فيها بيراميدز في التلت الدفاعي عنده، من تحت عند التلت بتاعه التلت الدفاعي التلت الاول الاوسط، وثم التلت الامامي او التلت الهجومي. طب خلينا نمسك النادي الاهلي، يعني خلينا برضو نمسك النادي الاهلي وتشرح برضو النادي الاهلي تقريبا 11.0 او 11% ده خسر الكوره في التلت الدفاعي. مظبوط، ممكن جدا مع بدايه الهجمه مع البيلد اب ممكن يكون 11%، 34% ده ثلث الاوسط بالظبط في وسط الملعب تحديدا الاهلي خسر الكوره يعني تقريبا ب 35 مره بنسبه 37% من اجمالي عدد خساره الكوره. والثلث الامامي بقى كابتن هاني هناك بقى خلاص الثلث اللي هو الهجومي اللي هو يعتبر الثلث الدفاعي او الثلث الاول عند المنافس، دي اكتر نسبه للنادي الاهلي في خساره الكره هناك، يعني دايما ده بيوضح ان الاهلي دايما كان متواجد سواء كان حتى الأخير. في حاله حيازه الكره كان متواجد دايما في حاله هجوميه شرسه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في تطوير الناحيه الهجوميه عند النادي الاهلي، فدايما الاهلي كان في حاله حيازه الكره او لما بيجي يخسر الكره كانت نسب عاليه جدا في التلت الهجومي. طيب. 37.5 نسبه 50% ودي اعلى نسبه. طب الاهلي بقى لما كان بيخسر الكره في التلت الهجومي كان بيستردها فين في الثلاث اتلات برضو او تقسيمه الملعب؟ ده بقى الجدول اللي بعد كده كابتن هاني هنبص. الاهلي لما كان بيخسر الكوره عرفنا هي اكتر نسب كانت في التلت الهجومي، وده مهم ان انت
ممكن تخسر الكرة في التلت الهجوم وانت بتهاجم، ممكن تخسر الكرة لكن بترجع تاخد الكرة تاني امتى، ده جزء مهم جدا. بترجع صحيح. تاخدها في وقتها ولا في نص الملعب ولا في التلت الاولاني، فده مهم برضه. بالظبط. يعني نخش بقى على استرجاع الكرة او الريكفري، هنا بقى حتى احنا مشاورين عليها كابتن هاني، ده الاماكن برضه نفس الكلام، 81 مرة في 90 دقيقة، ده افريج على المستوى المباريات كلها في الدوري. 32.7 ده كابتن هاني استرجاع الكرة في التلت الدفاعي للنادي الاهلي، ثم التلت الاوسط، وده هنا في التلت الاوسط لو بصينا مقارنه بكل الانديه هتلاقي الاهلي هو اكتر فريق كان بيسترجع الكوره في التلت الاوسط في نص ملعبه. يعني ده برده وحتى في الناحيه الاماميه في التلت الهجومي او يعتبر التلت الدفاعي عند المنافس، هتلاقي ايضا برده الاهلي في المرتبه الثانيه تقريبا او الثالثه في استخلاص او ريكفري، رجوع الكوره في التلت الهجومي. لما نقف عند الرقمين دول بيدلل هنا كابتن هاني ان التطور الكبير جدا للضغط الشرس اللي كان بيعمله الاهلي، الجيجن بريسنج اللي هو على طول استخلاص الريكفري بسرعه، احنا كنا بنعرض في الجدول اللي قبله بنخسر الكره فين، فانت لما بتخسرها في نص الملعب او في التلت الهجومي ده وبتستردها في نفس المكان، ده معناها ان انت عندك الجيجن بريسنج عالي جدا، في اقل من عدد ثواني انت بترجع ان انت تسترجع الكره باسرع ما يمكن. صحيح. وده بيدلل زي ما كنا اتكلمنا على تطوير الضغط العالي عند الاهلي والشرس كان بيعمله في حاله طبعا عدم حيازه الكره، بيضغط ضغط شرس بيسترجع الكره باسرع ما يمكن، فده حاجه ممتازه جدا بيدلل قوته، وانا عارف ان مارسيل كولر هيبني عليها الفتره الجايه ازاي هنشير ليها بعد كده. هنتكلم على اللي كابتن عمرو اتكلم عليه من شويه، الكروسات اللي كانت كتيره جدا، الركنيات، وازاي ان احنا الاهلي محتاج يشتغل عليها بشكل كبير جدا الفتره الجايه. دي مقارنه بالعدد الكروسات اللي اتعملت يا كابتن هاني في خلال الموسم المنقضي، بتورينا بقى الاهلي فين هنا في عدد الكروسات اللي عملها، 513 كروس اتعمل من النادي الاهلي خلال الدوري في 90 دقيقة، يعني معدل من يعني تقريبا 14 كروس اتعمل، بنتكلم بقى الدقة بتاعته تقريبا 33%، محتاجين نشتغل على دقة الكروسات عشان نترجم ده الأهداف. طيب من ناحية اليمنى، انت دلوقتي بتتكلم من ناحية محمد طبعا هاني او بيرستاو، خلي بالك الرقم ده خلينا نتكلم شوية عليه، لأن كان كل الناس بتتكلم ان الحالة الهجومية للنادي الأهلي او الكروسات اللي بتتعمل من ناحية الشمال اكتر من ناحية اليمين. ايوه، اظن الإحصائية دي بتقول ان اتعمل 273 كروس من ناحيه اليمين، مظبوط، مقابل 233 كروس من ناحيه الشمال. ده دي مهمه، لازم نقف. صحيح. هنا ده الناس كلها كانت بتتكلم فين محمد هاني، فين كروسات محمد، ده بيبين تطور بقى محمد هاني. مظبوط، ده بيعكس تطور محمد هاني، بيعكس القوه اللي حصلت في الناحيه الهجوميه او من ناحيه اليمنى. طبعا ده بنشوفناه في ارض الملعب بشكل كبير جدا، وازاي يعني كان معانا بعض الحالات والفيديوهات يعني بتورينا قد ايه الاهلي استفاد من الكروسات او محتاج ان هو يشتغل على الكروسات، لان احنا الاهلي اقوى خط هجوم ب 63 هدف، 8 اهداف فقط بالراس او من كروسات، او سواء كان من ركنيات زي ما احنا بنشوف معانا اهو كابتن هاني، او حتى من دي سواء ركنيات او من العرضيات سواء كانت الكرات الثابته او الكرات الثابته المتحركه، شفنا منها اهداف، ولكن عدد الاهداف هنا بالراس كانت قليله جدا مقارنه بعدد الكروسات الضخمه اللي احنا شفناها فوق ال 500 كروس. طبعا دي بعض الاهداف اللي النادي الاهلي استفاد بالكور الثابته فيها، وزي ما اتكلمنا طبعا احصائيه مهمه جدا لباز اللي انت قلتها، خاصه بنتكلم على الناس اللي مش شايفه التطور الجبهه اليمنى عند محمد هاني، وكنا كلنا بنقول ان اكيد ناحيه الشمال علي معلول ما شاء الله يعني نجم كبير جدا وعنده كروسات بشكل كبير، لكن الاحصائيه بتبين كمان التطور الكبير للناحيه اليمنى، عندنا عدد الكروسات خلال الموسم من ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال، ده اكيد كان مهم جدا انه يبان. باز بنشكرك شكرا جزيلا، يعني بتمتعنا ويعني بتبدع معانا هنا في المحترف، وان شاء الله نشوفك اكيد الجمعه اللي جايه. شكرا جزيلا. شكرا لك. ده كان لقاءنا مع محمد الباز ولغة الأرقام والإحصائيات. هنروح لفاصل سريع ونرجع مع ضيوفنا الكبار الكابتن عادل طعيمة والكابتن عمرو الحديدي.